بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة في الأسلوب الأخير 55، وهي بعض الألفاظ التي يكثر استعمالها في القرآن. نتكلم اليوم على شعر وعسى ولعل. ومنه شعر بمعنى علم، يقول فلان شعر بكذا يعني علم كذا. لكن الفرق بين شعر وعلم ايه؟ ان شعر تكون للأمور المحسوسة، الأمور المحسوسة جاي حتى ايه من الشعار اللي هو يلمس الجسد، يعني حاجة ملموسة كده تقول ايه ولم حضرت ولم يشعر بحضوري، فهمت ازاي؟ يبقى ايه يعني ما شافنيش يعني، فهمت؟ لكن العلم قد يكون ايه في المحسوس وغير المحسوس. ونقول عالمة قد يكون في أمور محسوسة وأمور غيبية، مش كده برضو؟ لكن شعر لا تستعمل إلا في الأمور المحسوسة، العلم بالأمور التي تحس، واضح؟ ومنه شعر بمعنى عالمة، ومصدره شعر بكسر الشين كالفطنة، وقالوا ليت شعري فحذفوا التاء مع الإضافة للكسرة. قال الفارسي وكأنه مأخوذ من الشعار وهو ما يلي الجسد، الغيار الداخلي اللي تلبسه على جسدك على طول يسموه الشعار. ليه؟ لأنه بيلمس شعر بدنك بيسموه الشعار، كويس؟ يبقى الشعار اللي هو إيه؟ ما يلي الجسد مباشرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ الأنصار لي شعار والناس لي دثار، يعني أقرب الناس للنبي وألصق الناس به هم الأنصار. كان يقول الأنصار لي شعار والناس لي دثار، والدثار ما كان فوق الشعار. فكأنه مأخوذ من الشعار وهو ما يلي الجسد، فكأن شعرت به علمته علم حس، علم محسوس يعني، فهو نوع من العلم ولهذا لم يوصف به الله. وقوله تعالى في صفة الكفار وهم لا يشعرون أبلغ في الذم للبعد عن الفهم، يعني ما يقول على الكفار وهم لا يشعرون، يعني حتى الأمور المحسوسة لا يدركونها، فما بالك بقى بتكلمهم أنت على أمور غيبية، دول بهايم خالص، كأنه عايز يقول لهم دول بهايم خالص، فاهم؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم إيه أضل، فيقول إيه لا يشعرون. أبلغ في الذم للبعد عن الفهم إن موصفين بأنهم لا يعلمون، فإن البهيمة قد تشعر بحيث كانت تحس، فكأنهم وصفوا بنهاية الذهاب عن الفهم. وعلى هذا قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولم يقل لا تعلمون، لأن المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى بأنهم أحياء علموا أنهم أحياء، فلا يجوز أن ينفي عنهم العلم، ولكن يجوز أن يقال لا تشعرون، لأنه ليس كل ما علموه يشعرون به، كما أنه ليس كل ما علموه يحسونه بحواسهم. فلما كانوا لا يعلمون بحواسهم حياتهم وأنهم علموها بإخبار الله، وجب ألا يقال، وجب أن يقال لا تشعرون دون لا تعلمون. وكأن إعلام الله لنا بأمور غيبية وهو حياة الذي يموت في سبيل الله، وإحنا دي ما بنشوفهاش، احنا شايفينه مدفون زي سائر الموتى، لكن هو يقول لك ده مش ميت، ده حي، ده أمر إيه؟ أمر غيبي بالنسبة لنا، لكن إذا أخبرنا الله به ونحن مؤمنين بالله
صار عندنا كالمحسوس. فهمت بقى ازاي؟ من شدة ايه؟ يقيننا بأخبار الله التي يخبرنا بها. فهم؟ عسى ولعل. من الله تعالى واجبتان، يعني اما يقول لك او من الله ومن النبي برضه. كل ما ورد بعسى ولعل في الشرع الشريف معناه واجب الحدوث. يعني مؤكد الحصول. يبقى واجبتان يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني واجب الاعتقاد بحصولهم. وان كانتا رجاء وطمعا في كلام المخلوقين. يعني اما بنتكلم احنا بنقول عسى يعني ايه؟ يعني ربنا يسهل، نرجو ذلك. لكن مش على سبيل التحقيق. لكن لما يجي ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ عسى الله ان يكفر عنكم سيئاتكم، يبقى ايه؟ يكفر سبحانه وتعالى تحقيقا يعني. فهمت؟ لأن الخلق هم الذين يعرض لهم الشكوك والظنون، والبارئ منزه عن ذلك. والوجه في استعمال هذه الألفاظ أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها ولا يقطعون على الكائن منها، وكان الله يعلم الكائن منها على الصحة، صارت لها نسبتان، نسبة إلى الله تعالى وهي تأكد حدوثه، ونسبة إلى المخلوق لأنه لم يحدث بعد، إيه؟ يبقى معناه ترجي حدوثه. يبقى من جهة المخلوق بيتمنى حدوثه، ولكن بالنسبة لإخبار الله تعالى فهو يعلم حدوثه. واضح؟ يبقى نسبة إلى الله تعالى تسمى نسبة قطع ويقين، ونسبة إلى المخلوق وتسمى نسبة شك وظن أو رجاء. كان الأحسن يقول إيه؟ رجاء يعني، لأن عسى ولعل تدل على الرجاء في المستقبل يعني، مش كده؟ فكان الأجمل كان يقول إيه؟ وتسمى نسبة رجاء إيه؟ ولكن خليه على أي حال، نسبة شك وظن تكتب فيها ورجاء، على أساس يبقى عطف تفسير برضه. فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع بحسب ما هي عليه عند الله، كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند المخلوقين، كقوله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. لأن لسه ما شافوش المؤمنين الفتح، يقول لهم فعسى الله. يبقى هي بالنسبة للمؤمنين رجاء، وبالنسبة لله إيه؟ إخبار بتحقق هذا في المستقبل. واضح؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد علم الله حين أرسلهما ما يفضي إليه حال فرعون. لكن ورد اللفظ بصورة ما يختلف في نفس موسى وهارون من الرجاء والطمع، فكأنه قال: انهضى إليه وقولا في نفوسكما لعله يتذكر أو يخشى. وربنا يعلم هو مش هيتذكر. يبقى جابها من هنا لعل إيه؟ وعلقها إيه؟ من جهة سيدنا موسى. يبقى عنده رجاء وهو بيكلم فرعون لعله، ولم يرد أنه هو يخبره بحقيقة أنه لن يؤمن حتى لا يكلمه ويأس منه. واضح؟ ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك. والعرب قد تخرج الكلام المتيقن في سورة المشكوك لأغراض، فتقول: لا تتعرض لما يسخطني، فلعلك إن تفعل ذلك ستندم. وإنما مراد أنه يندم لمحالة، ولكنه أخرجه مخرج الشك تحريرا للمعنى ومبالغة فيه، أي أن هذا الأمر لو كان مشكوكا فيه لم يجب أن تتعرض له، فكيف هو كائن لا شك فيه. ونحو من هذا فسر الزجاج قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قراءتين: ربما وربما، فيها قراءتين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، برضو على سبيل إيه؟ جاية ما ربما دي تدل على الشك برضو. فهمت؟ ولكن هي من جهة إيه؟ من جهتنا نحن. أما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم أنهم فعلا
يتمنوا أن يكونوا مؤمنين عندما يأتوا يوم القيامة ويروا إيه ما فاتهم من فضل الله. وأما قول لعلي أبلغ الأسباب، وده فرعون بيقول كده، واطلاع العبد على الله بالحس والبصر مستحيل، مش كده برضه؟ طب وليه قال لك لعلي وتملي لعلي؟ اما تيجي تقول له على ايه اذا كانت في لفظ القران يعني تدل على التحقق، لانه بيتكلم من جهه فرعون، فرعون يرجو ان ايه وليس من جهه الرب سبحانه. لعلي ابلغ الاسباب فاطلاعه الى الله مستحيل، وده يدل على جهل ايه فرعون، ان هو لا يدرك الواجب العقلي والمستحيل العقلي والممكن، جاهل زي مين الذي لا يدرك هذه الوهابية، ما يعرفوش الواجب العقلي ولا المستحيل العقلي ولا الممكن. بناء عليه جسموا الله وظنوا أنه في مكان برضو فرعون، لأنه غاب عنه الواجب العقلي والمستحيل العقلي، ظن أن ربنا في السماء فوق، فقال له اعمل لي كده حاجة عالية كده، برج عالي أطلع يمكن أشوف ربنا قاعد بيعمل إيه فوق. شفت إيه بقى إيه؟ لأنه لا يعلم الإيه الواجب والمستحيل، فاعتقد حدوث المستحيل، واخد بالك؟ وهو محال ان يكون الله يحويه مكان، ده مش محال عقلي، فاهم؟ فبجهلي اعتقد في المستحيل الامكان، لانه يعتقد في الاله الجسميه والمكان. تكتب فوق ايه يعني بين قوسين كده ايه، يذكرنا بما عليه الوهابيه، مش كده برضه؟ فيها كده برضه تذكرنا بيها، دل على أن الوهابية لا يعلم الممكن ولا المستحيل العقلي يعني. ونص ابن الدهان في لعل جواز استعماله في المستحيل، محتجا بقول لعل زمانا تولى يعود، القول ده طبعا مش في القرآن يعني، ده هو قول بيستعمله العرب يعني، لان ايه طبعا ان الماضي يعود مره اخرى دي مستحيل، فالعرب استعملوها في المستحيل. لعل زمانا تولى يعود، لعل ايه الشباب يعود يوما فاخبره بما ايه صنع المشيب، برضو قايلها في الشعر، بيفترض المحال وهو ايه ان الماضي يعود مره اخرى. وقال أيضا كل ما وقع في القرآن من عسى فاعلها الله تعالى فهي واجبة. وقال قوم إلا في موضعين، قال تعالى عسى ربه إن طلقكن، وربنا إيه ما أمرش النبي بطلقهن، ولم يطلقهن ولم يبدل بهن. وقول عسى ربكم أن يرحمكم، وهذا في بني النضير، وقد سباهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأبادهم. وقال أيضا وهذا عندي متأول، ليه؟ لأن الأول تقديره إن طلق كنا يبدله، يعني كأنه علق الإبدال بالطلاق، وطالما لم يحدث الطلاق لا يحدث الإبدال، فهمت؟ وما فعل يعني وما طلق، فهذا شرط يقع فيه الجزاء ولم يفعله. والثاني تقديره إن عدتم رحمكم، وهم أصروا وعسى على بابها، ليه؟ لأنه علق على شيء لم يحدثوه، فلو أحدثوه لوجب أي حدوث المعلق. قال وعسى ماض، ماضي اللفظ والمعنى، لأنه طمع وذلك حصل في شيء مستقبل. وقال قوم ماضي اللفظ مستقبل في المعنى، لأنه أخبر عن طمع يريد أن يقع في المستقبل. واعلم أن عسى تستعمل في القرآن على وجهين، أحدهما ترفع اسما صريحا ويؤتى بعده بخبره، يعني كأن عسى دي من إيه؟ من أخوات إيه؟ من أخوات كان؟ ها؟ لأنها بترفع الاسم وتنصب خبر، يبقى ترفع اسما صريحا ويؤتى بعده بخبر، ويلزم كونه فعلا مضارعا،
الخبر بتاعها بقى يلزم يبقى فعل مضارع. نحو عسى زيد أن يقوم، فلا يجوز عسى زيد قائما، لأن اسم الفاعل لا يدل على الزمان الماضي. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، فيكون أن والفعل في موضع نصب بعسى. وقال الكوفيون في موضع رفع بدل، الكوفيون قالوا لا، ده هو إيه اللي بيجي بعدها اسم مرفوع، والخبر اللي بيجي بيبقى بدل عن الاسم، فبيبقى في محل رفع بدل. واضح؟ ده كلام إيه الكوفيون. ورد ردوا عليهم قالوا لهم إيه؟ بأنه لا يجوز تركه ويجوز تقديمه عليه. ما هو البدل يجوز تركه، فهمت؟ والبدل لا يجوز تقديمه على المبدل منه. قال لك لا، ما هو ده ايه؟ قال لك ما نقدرش نقول عليه بدل. ليه؟ لانه لا يجوز تركه ويجوز تقديمه عليه. الثاني ان يكون المرفوع بها ان والفعل، وهو عسى ان يقوم زيد. احيانا بقى يبقى المرفوع اللي جاي بعد عسى هي الجملة الفعلية نفسها، وساعتها هتكتفي بيها، مش هتحتاج خبر. واضح؟ أن يكون المرفوع بها أن والفعل، وهو عسى أن يقوم زيد، فلا يفتقر هنا إلى منصوب. ونظيره: وحسبوا ألا تكون فتنة. فيها نصب. فيها نصب. إيه؟ فلا يفتقر هنا إلى منصوب، لأن المرفوع بها وإن في المعنى اسم واحد. لأن المرفوع بها، المرفوع بها وإن في المعنى، وإن في المعنى، في المعنى اسم واحد، اسم واحد. تمام. ونظير: وحسبوا ألا تكون فتنة. ومنه قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لا يجوز رفع ربك بعسى، لأنه لئلا يلزم الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي وهو ربك، لأن مقاما محمودا منصوب بيبعثك. وكذلك كقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن الضميرين متصلان بتكرهوا وتحبوا، فلا يكون في عسى ضمير. ونقف على اتخذ غدا إن شاء الله. اللهم علمنا. اتفضل. وإن شيئا في موضع ويجوز، ده ايه في بعد عسى ضمير؟ بيقول ايه بقى؟ وإن شيئا في موضع، اللي تكره شيئا. وإن شيئا في موضع، في موضع ويجوز أن يكون على لغة من، أن يكون على لغة من قال، على لغة من قال، حيث فيها، حيث فيها ضمير، ضمير يعود على موسى، يعود على موسى، موسى. وأن شيئا، وأن شيئا، أيوة، في موضع نصب، في موضع نصب. نصب. طب بس موسى هنا مش في الآية بتاعت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مولانا عندي وأن ينفعنا في القصص، يعني بعد في عسى ضمير، وأن ينفعنا مكتوب فيها سورة القصص آية 9 في موضع رفع، ويجوز أن يكون على لغة من قال حسبت أن يفعل، فيكون فيها ضمير يعود على موسى. وأن ينفعنا في موضع نصب، يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وإن شيئا هنا، بس كلمة شيئا هنا إيه؟ في موضع، ويجوز أن يكون على لغة من قال حيث فيها ضمير يعود على موسى. الجملة بتاعتك دي فيها إشكال اللي أنت قلتها يا عبد الله، لأن بيتكلم هنا على سورة البقرة وفجأة نقلنا على سورة القصص على موضوع سيدنا موسى. اقرأ تاني كده. وإن شيئا في موضع
وإن شيئا في موضع. أيوه. ويجوز أن يكون على لغة من قال. نعم. حيث فيها ضمير يعود على موسى. وأن شيئا في موضع نصب. أنت بقول. اللي عندك. وعندي فيكون فيها ضمير يعود على موسى وأن ينفعنا في موضع نصب. دي مكتوبة الكلام اللي قاله ده مكتوب عندك برضو؟ نعم، ولكن في سيدي عبد الله هو مكتوب شيء وعندي أن ينفعنا، يعني بدل شيئا أن ينفعنا. على أن يكون على لغة من وأن شيئا في موضع نصب. نعم، بدل شيئا وأن ينفعنا في موضع نصب. الحتة دي كده عايزة تتحرر كويس، مش عجبانة. هنكتب كده تحتاج تحرير. تحرير. نراجعها كده ايه لوحدنا كده ونشوفها ونظبطها وبكرة نبقى نراجعها. واخد بالك؟ عشان نضبط الكلام مع بعض. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وعبر بها.